لا يكاد يمر أسبوع في الجزائر حتى تعلن وزارة الدفاع عن قتل وإلقاء القبض على إرهابيين، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الجيش الوطني الشعبي الذي أعلن الحرب على التنظيمات المتطرفة تمكن من القضاء على ما يزيد عن 100 إرهابي خلال السداسي الأول من السنة الجارية. أخبار الآن، التقت في الجزائر العاصمة عددا من المراقبين الذين شرحوا لنا سبب فشل داعش في اختراق الشارع الجزائري واستقطاب شبابه. الجزائر كذلك توجهت نحو التصنيع العسكري في إطار تجهيز هياكلها العسكرية بمعدات عسكرية دفاعية أو حتى هجومية. بالتالي أعتقد بأن الاستراتيجية العسكرية في الجزائر هي تسير على محاور متعددة: المحور المتعلق بالتحديث، المحور المتعلق بتجديد المعدات العسكرية، والمحور المتعلق كذلك باقتناء أهم وأحدث الأجهزة العسكرية التي لها القدرة على التوظيف والقيام بمهام دقيقة وتكون متعددة المهام، والتوجه كذلك على محور التصنيع العسكري حتى تكون لها القدرات في استغلال إمكاناتها الخاصة وتكون قادرة على تجهيز هياكلها العسكرية ذاتيا. بالتالي أعتقد كل هذا يساهم في أن يكون هنالك أداء أمني متميز، باعتبار أن الرؤية العسكرية والأمنية في الجزائر هي رؤية بعيدة المدى وليست رؤية محصورة على أفق معين. أولا، نتاج التحولات العالمية، نتاج التحولات الإقليمية، ونتاج أن الظاهرة الإرهابية هي ظاهرة تتطور وتتحول وتتمدد. بالتالي يجب أن يكون هنالك تكيف مع هذه الظاهرة حتى في إطار استخدام الوسائط التكنولوجية. كذلك التجربة كما قلت كانت محضر لها، كانت استعدادات المؤسسة العسكرية لأول مرة يعني من الاستقلال أن قائد الجيش يعني يقوم بأعمال قائد أركان حرب. لأول مرة القائد قائد صالح كان قام كقائد للعمليات وكذا، وكان يدور على الوحدات في الحدود وكان يطالب بالجاهزية وبالاستعداد لكل توقعات، ولهذا كانت أول محاولة تم يعني تصفيتها، يعني المحاولة القوية اللي كانت في تيغنتورين. ثم بعد ذلك جاءت محاولة أخرى السنة الماضية، وكذلك تم إذن محاولة دخول القاعدة أو حتى الوجه الجديد يعني لداعش إلى دخول إلى الجزائر كانت كلها محاولات فاشلة ولم يتم اختراق. لماذا؟ لأن وحدة الشعب، وحدة الشباب، وحدة المنظمات الجماهيرية، الأحزاب كلها كانت دائما تنادي. زدت على هذا للأسف أن الجزائر خرجت من عشرية سوداء، يعني دفعت كثيرا في محاربة الإرهاب. قبل التجارب العربية التجربة الجزائرية كانت قوية، تعمل على أنها تكون شاملة.